معنا السيد احمد تغانيد رئيس جمعيه اكزنايا للسياحه والتراث بمنطقه اكزنايا. سي احمد مرحبا بك معنا على موقع اكزنايا. شنو يمكن تجيب لنا على هذا الملتقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي السيد الاعلامي ديالنا على الزياره هذا الملتقى ديال اكزنايا اكزنايا وباسم باسم رئيس جمعيه اكزنايا للسياحه والتراث. فيما يخص هذا اللقاء هذا وبصفتنا حنا كممثلين ديال الشان السياحي للمنطقه فهو يسوق في نفس اللقاء في نفس الهدف اللي ما يخص هذا السياحي. هذا اللقاء هذا يشرف المنطقه مع جمعيه لا تحسات يلاه عندها عام لمولده جديده لانها كتخلق ما هو سياحي وحنا غاديين في ما هو سياحي وخصوصا كما كتشوفوا هذه الاروقه اللي كاينين هنا في استعراض ما هو المنتوجات المحليه واللقاء بين ابناء قبيله اكزنايا فيه صله رحيم فيها يعني اشياء عده من اجل بالخصوص انه يصب كذلك ما هو سياحي ما هو يعني التراث المحلي. وهذا المعرض هذا ولا هذا اللقاء التواصلي اللي فيه شتى الانواع تلاونها من الانشطه الرياضيه والثقافيه والتنمويه ولهذا يعني هذا المجال السياحي لانه عنده دور ايجابي بالنسبه لمنطقه غنيه بما هو المؤهلات السياحيه. الا هضرنا على المدن الكبرى فيها المجال السياحي الغابويه والجبليه ولا الساحليه ولا الشواطئ فمنطقه كذلك هي غنيه غنيه بالمجال السياحي فما هو منطقه ديال خليج اكزنايا لا يخفى على الجميع انها منطقه لها مؤهلات سياحيه 100% جد يعني خصنا حنا كجمعيه المتعاملين نديروا يد باش نشطوا هذا الملتقى هذا باسم جمعيه السياحه والتراث لان هذا هو الدور ديالنا حنا اللي جانب هذه الجمعيه ديال اكزنايا جمعيه اكزنايا للتواصل والتنميه باش حنا نشطوا هذا اللقاء هذا والمنطقه غنيه بما هو سياحي. عندكم شي شراكه مع الجمعيه الجديده اللي تماما لان دخلنا معهم كشريك في هذا اللقاء هذا اللي كيصب في هذه الايام هذه الثلاثه 4 5 6 اليوم الاحد ان شاء الله عندنا جوله سياحيه عبر حول المآثر التاريخيه اللي كاينه في جوج مقابر الشهداء اللي كاينه في دائره اكلون منها بورد ومنها اجدير ومنها تيزي وسلو فيها شهر كبار التزرات يعني بغينا نديروا زياره يعني نواصلوا وسيله مع المجاهدين اللي هما حاليا كثير هذه المنطقه هذه بغينا نديروا زياره كذلك العين الحمراء اللي غادي تكون وجبه غداء ان شاء الله في الاماكن يعني في قلب النابض ديال العين الحمراء وحنا بجانب الجمعيه ديال اكزنايا باش ناثروا معاهم هذه الجوله بعضنا البعض قافله للزياره السياحيه اللي كاينه في العمر. شنو يمكن تضيف الجمعيه ديالكم الملتقى؟ ما هو الاضافه ديالنا حنا كنا درنا انه غادي نديروا نهضروا على المجال السياحي وعندها تكون كلمه ان شاء الله في هذا اللقاء هذا اللي كاين في الملتقى النسخه ديال الاولى غنهضروا على الجانب السياحي في المنطقه نهضروا على السياحه الجبليه وعلى المآثر التاريخيه وعلى المؤهلات ديالنا كل ما هو سياحي بشراكه مع الجمعيه على شتى تلاوينها باش ننجحوا هذا الملتقى هذا مع جل المسؤولين والمنتخبين ولا كما كان النوع ديال اليد العون اللي غادي يخرجوا الخلاصه ديال انه سياحيين تنمويين اقتصاديين في المنطقه. ما هي توقعاتكم او الاهداف التي ترمون اليها بعد الملتقى؟ بالنسبه للاهداف اللي غادي نشوفوها احنا المستقبل مع الاخوان هي غادي نكونوا يد في يد باش اننا نشحوا هذه المسائل هذو السياحه احنا غاديين في الامور هذه ديال المجال السياحي. درنا عدد ديال التنسيقات مع المسؤولين اللي كيهتموا بالشان السياحي بحال الا هضرنا على المهوى السياحي راه ذكرنا مغاره اكلور ذكرنا مغاره ديال عين السلوى اللي كانت اجديريه الحدود هضرنا على بعض الاماكن كاينه مؤهلات سياحيه 100% الا هضرنا الا هضرنا على المجال التاريخي راه كاين السياحه التاريخيه كاين السياحه الطبيعيه الا هضرنا على السياحه الجبليه لا يخفى عليكم ان كاين جبل عين اوكا اللي هو يا ريت لان المنطقه هذه يمشيو يزوروا جبل عين اوكا اللي هو الجبل اللي فيه 1772 متر على سطح البحر وكاين ازرق اقشا اللي كاين يعني كيتراسها هو الاول على المنطقه اللي كنسمع ديال 2009 متر. احمد الوناصه ماذا ينقص الجانب السياحي للمنطقه؟ ما ينقص الجانب السياحي للمنطقه هو الموارد هو لان كاين جمعيه لانه كما نقول نختصروا في الكلام عين بصيره ويد قصيره هو الكل يعلم الكل يعلم ان كاينه جمعيه كتمشي للسياحي نحن يعني ما عندناش الامكانيات باش نوصلوا للمعاناه نوصلوا للنقطه الحقيقيه على المجال السياحي وحنا عندنا مجال سياحي النهوض به عندنا المعيقات اللي هي الموارد الموارد هما اللي جايين ما عندناش باش نوصلوا. شكرا سي احمد. شكرا شكرا بزاف بارك الله فيك.